بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، من حسن معاملة المسلم غيره أن يحفظ عرضه، فلا ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه كبنت عمه وبنت خاله وأخت زوجته وزوجة أخيه وغيرهن ممن ليسوا بمحارم له نظرة شهوة. وكذلك لا يمد المسلم يده ليمس بها المرأة الأجنبية عنه. وبالجملة ينبغي للمسلم أن يحفظ بصره وسمعه وأنفه ويده ورجله وفرجه عن التعرض للمرأة الأجنبية بأي وجه من الوجوه المحرمة. يقول الله تبارك وتعالى في شأن حفظ البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي آية أخرى وضح لنا الله سبحانه وتعالى أن البصر مما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكلما غض المسلم أو المسلمة بصره عن الأجنبية خشية لله وخوفا منه، فليكن على علم بأن له عند الله ثوابا عظيما وأجرا كثيرا. وفي الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الطبراني وهو صحيح الإسناد. وقال الشاعر في شأن البصر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر حاضره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيها الأحباب، وقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ اليد، فمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد حين المصافحة من غير حائل وغير ذلك من مس أي جزء من أجزاء جسدها والاحتكاك بها بأي جزء من أجزاء جسده كرجله وكتفه وظهره، كل ذلك مما حرمه الله تعالى على المسلم. وفي الحديث روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده، ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. وفي الحديث النبوي الشريف عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد كالإبرة وما شابه ذلك خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. مما تقدم ذكره تعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أنه ينبغي على المسلم أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، مثل النظر للأجنبية بشهوة ومسها والخلوة بها. كل ذلك قرره الإسلام حفظا للمجتمعات من الشهوة المحرمة وآثارها الضارة من نزول الآدمي العاقل إلى درك البهائم التي لا تعقل، ومما ينجم عن الزنا من جرائم قتل واختلاط أنساب. قال الله تعالى في تحريم الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث النبوي الشريف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع،
يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات، ومعنى لغط أي جلب وضوضاء. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صوتوا وبكوا واستغاثوا. وفي آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. رواه البخاري. وفي الحديث النبوي الشريف أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته، فقال: لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا. فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيتهم امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، أي زنى بها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم، فجاء سائل فأومأ إليه، أي أشار إليه أن يأخذ الرغيفين، ثم مات. فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية، فرجحت تلك الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته، فرجحت حسناته فغفر له. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الأحباب، وحكم الزاني المكلف الحر هو الجلد 100 جلدة إن لم يكن متزوجاً، مع التغريب خارج بلده لمدة 1 سنة كاملة إلى مسافة القصر. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا زنى أو زنت فحكمهما الشرعي هو القتل رجما بالحجارة. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومعنى الثيب الزاني أي الرجل المتزوج المحصن. أيها الأحباب، ومن حفظ عرض المسلم الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به غيره هو عدم التعرض إلى محارمه المحصنات العفيفات بالقذف. ومثال ذلك أن يقول شخص: فلانة زانية، أو ما يؤدي معناها من أي لفظ آخر. وكذلك ينبغي عدم التعرض إلى المسلم الآخر بالقذف في ذاته. ومثال ذلك أن يقول شخص: فلان رجل زان، أو فلان لطي، أو ما يؤدي معناها من أي لفظ آخر. والحكم الشرعي لمن يقول الكلام السابق أي من يرمي غيره بالزنا هو الجلد 40 جلدة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 40 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيها الأحباب، ونختم بهذه الأبيات من الشعر للإمام الشافعي، حيث يقول: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق لمسلمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.